يقول: في بعض المرات يغيب إمام المسجد فأتقدم بالناس فيضيق صدري ويكثر تنفسي ويثقل لساني، علما بأنني متعود على مثل هذا الموقف، ولا أدري هل هو عين أو بماذا تنصحونني؟ ودعوني بالثبات، جزاكم الله خير. عليك بالقيام بهذا العمل وهو سد غيبة الإمام إذا غاب والصلاة بالناس، إن لك في ذلك الأجر من الله سبحانه وتعالى. وأما ما تجده من بعض المشقة والتحمل فإنه يذهب بإذن الله سبحانه وتعالى، ولا سيما مع كثرة الإمامة وكثرة التقدم في الإمامة فإنه يزول بإذن الله. أما إذا تمنعت وإذا تأثرت بهذا فإنه يزيد عليك. أما إذا حاولت دفعه واستعنت بالله سبحانه وتعالى فإن الله يعينك ويذهبه عنك بإذن الله، هذا من الشيطان ويذهبه الله عنك بالاستعاذة بالله سبحانه وتعالى وبالعزم وعدم التردد في هذا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.